في هنا بقى رحله البيتش باجي مع احمد. مش كده عسل شاب نطلع الادغال. انا عندك بص قدامك بص نطلع الادغال رحله الادغال. بص يا باشا صح ربع الاول استراحة قصيرة. احنا كنا داخلين دلوقتي على الكافيتيريا. احمد سواقته هايلة ممتاز وهو كان داخل بينا على الكافيتيريا. فعلا انا افتكرت ان هو بالغلط يعني افتكرت ان هو سايق غلط وهيخش بينا جوه الكافيتيريا، انما هو طبعا ما طلعش كده. هو كان ليه تفكير تاني، هو داخل الكافيتيريا عشان عايز يشرب حاجة. ده تفكير طبعا اعلى بكتير، ده تفكير اعلى بكتير. احنا ما نوصلش للتفكير ده. هو ده الجيل الجديد اللي هو جيل التكنولوجيا. ماشي 50 واحمد دلوقتي بيبص لكل الفانز بتوعه وتشاور للفانز بتوعك. احنا دلوقتي بنستعد للرالي. لو عجبكم السواقه يا ريت يا جماعه تدوسوا لايك وتعملوا كومنت وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب. احنا دلوقتي بنستعد بناخد استراحه بعد المجهود العظيم اللي بذلناه. طبعا مجهود جبار محدش ريلي محدش يقدر يتخيله خالص. ريلي شور سان. احنا دلوقتي مستنيين الجايد بتاعنا، مش عشان حاجة اكتر من ان هو بيرشدنا على الطريق، لان احنا في صحراء. وعين يعني يعمل ايه يغير حاجة. يبدو ان في عطل اصاب المركبة واحنا مصورين الراجل اهو. شكله اهو يا جماعة لكل الناس اللي متابعينا، عشان لو حصل حاجة للنجم العالمي احمد ففي نبقى نجيب الراجل ده ايه ونحاكمه خلف القضبان. ايه يا عم بتبص على ايه؟ يبدو انها ليله بيضة. حظنا حلو النهارده، يوم الحظ. حظ عالي قوي النهارده. هو اليوم باين من اول ايه نقفل بقى استراحة.